هاي جايز، اهلا بكم في قناتي Art World، عالم الفن. اليوم حيكون 3 colors challenge. وقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وتشتركوا فوق بالقناة، ويلا نبدأ الفيديو. طبعا هذه هي الالوان اللي حنستخدمها لليوم الفيديو، وعشان ما يكون في غش حنستخدم هذه الاوراق. حيكون فيها الارقام، حنختار منها 3 أوراق عشان نلون منه. وطبعا هذه هي الرسمة اللي حنلون عليها، ويا طبعا اخترت هذا عشان ألون فيه. هذا أول رسمة حنلون عليه. يلا دحين حنختار الألوان. يلا نشوف ايش طلع لنا. وطبعا هذه هي الارقام اللي طلعت لي، وطبعا هذه هي الالوان حقت الارقام. والحين حناخد اللون عشان نبدأ نلون، ويلا نبدأ تلوين. اول لون حلون به اللي هو اللون البرتقالي. راح الون وارجع لكم. طبعا كده صارت. دحين حنروح للون اللي بعديه اللي هي الزهري الوردي. راح الون مع الزهري ازرق. طبعا كده صار شكلها مع الالوان الثلاثة هذه. ويلا نروح للرسمة اللي بعديها. طبعا هذه هي الرسمة الثانية، ويلا نختار ايش حيكون اللون. طبعا هذه هي الالوان اللي طلعت لي، اصفر ازرق فاتح وزهري. يلا نبدا تلوين. ليتس جو. طبعا راح ابدا بالاصفر. دحين الازرق. راح أدمج الأزرق والزهري عشان يصير بنفسجي. هو مو مرة بنفسجي بس يعني حلو. دحين راح اخذ الزهري والون بها الخدود. لون خفيف. دحين راح الون القرن حقها. طبعا من كل الالوان اللي عندنا وكده خلصنا الرسم. وطبعا في نهاية هذا الفيديو لا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة، وباي.